فلله الحمد والمنة أن جعلنا من هذه الأمة. نصف أهل الجنة رأيتم إلى الجنة كم عرضها ما حجمها؟ نصفها من هذه الأمة، فلله الحمد والمنة. أمر محزن كدر هذه البشارة، أكثر أهل الجنة ومع كثرة دخول الجنة من هذه الأمة، إلا أن النساء فيها قليل. النساء في الجنة أعدادهن قليل. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء. ولا عجب، فقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. انظر التهديد، هم يدخلوا الجنة، رأيتم من الرائحة التي تشم مسيرة 500 عام؟ حتى الرائحة ما يجدن ولا يجدن ريحا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قلب بصرك في نساء اليوم، نساء مخصرات سافرات إلا من رحم ربك، كاسيات عاريات. يقول كاسيات تلبس العباءة ولكن عباءة شبه عارية، ليست عباءة، كما قال أحدهم: إن عباءة نساءنا اليوم تحتاج إلى عباءة، الحجاب اليوم يحتاج إلى حجاب. يقول: أتت امرأة إلى محل وهو يبيع في محل تجاري، ولما أرادت أن تدفع الحساب يقول: والله الذي لا إله غيره، كسفت عن عباءتها بقصد فتنة البائع، فإذا والله هي عارية كما خلقها الله. ألا ينطبق عليه هذا الحديث؟ أقل ساكن الجنة النساء، وحدث ولا حرج، تذهب بأهلك أنت أيها الصالح المستقيم، تبحث عن عباءة ساترة تغطي الرأس، تدخل محل تقول فيها عباءة ساترة، أقول أنت متخلف، ما عندنا يا أخي، ابحث راح فصل، ما عندنا هذه العباءة. هذه العباءة ترى مي بعباءة نساءنا اليوم، عباءة عائشة وخديجة وفاطمة وعباءة زينب وأم سلمة. أما هؤلاء، هؤلاء فتيات القرن العشرين، هذول أفضل من أم سلمة، هذول ضامنين الجنة، لكن هذه عباءة عباءة تخلف، هذه دعها لأمهات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء. وفي رواية ابن عباس قال: ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط، ورأيت أكثر أهلها النساء، أكثر أهل النار من النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ ما ذنبهن؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ لا، ما يكفرن، مسلمات. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك ما تكره قالت ما رأيت منك خيرا قط. مهما تسدي إليه من إحسان، في لحظة أخطأت يوم أو لم تعطيها شيء قالت أنت البخيل وأنت فيك ما فيك، تكفر، تكفر العشير الأزواج وتنكر الإحسان والفضل من الزوج. وفي رواية
أنه قال صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن والسب. على أي شيء تلعن؟ تلعن أبناءها لعنات في اليوم والليلة، وتسب وتدعو عليهم دعاء لو استجيب لهلك عن بكر قبلها. على أبنائها وذريتها، يخطئ الصغير فخذ من الدعاوى. قال صلى الله عليه وسلم هذا السبب. فليتق الله النساء، أكثر أهل النار من النساء، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. جوال الخير عطاء متجدد، وما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين.